في عام 2012 نزل كتاب اسمه حروب الأشباح الإسرائيلية، والكتاب كان بيتكلم عن وحدة كيدون واللي تأسست داخل جهاز الموساد الإسرائيلي عام 72، والوحدة دي كانت مهمتها الاغتيالات. أيوة، الوحدة دي اللي اغتالت علماء، وتعالى اما احكي لك قصة اغتيال كل واحد فيهم. وأول عالم هيتكلم عليه هو أينشتاين العرب أو الدكتور مصطفى مشرفة، واللي لفت انتباه العالم بسبب القنبلة الهيدروجينية، واللي حصل إن سنة 54 أجرت أمريكا أول تجربة على القنبلة الهيدروجينية في المحيط الهادي، وفي التجربة دي اختفت 3 جزر من الوجود، وده بسبب القوة التفجيرية الرهيبة للقنبلة دي. وهنا هتسألني طب إيه العلاقة ما بين القصة والدكتور مصطفى مشرفة؟ هقول لك، الدكتور مشرفة من أكبر علماء الذرة في العالم، وكان ليه حوالي 25 كتاب بخلاف أبحاثه ونظرياته المهمة في مجال الذرة والإشعاع والنسبية والسرعة وغيرها. وبسبب أبحاثه الخطيرة في الذرة اتصنف كواحد من 7 علماء قدروا يعرفوا سر الذرة في العالم. لكن بحثه الأخير واللي بيتكلم عن المادة والإشعاع هو اللي كان السبب في ان العالم يبتدي يحول الذرة لإشعاعات وتبدأ تجارب انشاء القنبلة الهيدروجينية. لكن للأسف بعدها وفي ظروف غامضة يختفي الدكتور مصطفى مشرفة من الوجود، والاتهامات كلها تتوجه للعصابة الصهيونية، والموضوع ده كان في سنة 50. وبعدها وسنة 52 تموت في ظروف غامضة تلمسته وزميلته في كلية العلوم جامعة القاهرة الدكتورة سميرة موسى. وسميرة موسى هي أول عالمة ذرة مصرية، وحصلت على أكتر من شهادة دكتوراه في الذرة، وعلشان كده أطلق عليها لقب ميس كوريا المصرية. كانت أبحاثها بتتكلم عن استخدام الذرة والطاقة النووية في السلم، وبالتحديد في مجال الطب. لكن كان لازم أبحاثها دي تتوقف، وخصوصا بعد اكتشافها لمعادلات مهمة في المجال النووي عن تفتيت ذرات المعادن الرخيصة وصنع قنبلة نووية رخيصة عن طريق المعادن دي. وفي الوقت ده اتوجه لها دعوة لزيارة المفاعلات النووية في كاليفورنيا بأمريكا، والفعل راحت، لكن كان الطريق كله منحدرات وجبال. وفجأة ظهرت عربية نقل قطعت الطريق على العربية اللي كانت فيها علشان تسقط ميتة من فوق الجبل. كان ممكن اعتبار الحادثة قضاء وقدر، لكن هروب السواق المجهول ونفي إدارة المفاعل النووي في أمريكا إنها بعتت حد يوصلها، كل ده كان محل شك إن العصابة الصهيونية إياها هي المتهمة. ده غير إن سميرة موسى كانت قبل الحادثة رفض الشغل لصالح المفاعل النووي الأمريكي، لكن الدعوة اللي كانت مبعوتة لها كانت من الممثلة رأي إبراهيم، الممثلة اليهودية واللي كانت بتشتغل مع المخابرات الإسرائيلية وقتها. وده اللي اتأكد بعد إعلان حفيدة رأي إبراهيم مؤخرا باشتراك جدتها في عملية الاغتيال. وبنفس الطريقة اللي اتقتلت بيها الدكتورة سميرة موسى اتقتل العالم المصري الكبير الدكتور سمير نجيب، واللي ترشح لبعثة في أمريكا لاستكمال أبحاثه في مجال الطاقة النووية والفيزياء. وبسبب عبقريته اتعين كدكتور مساعد بجامعة ديترويت بأمريكا، وبدأ فيها مجموعة من الأبحاث اللي بسببها جاله كتير من العروض المادية لاستكمال أبحاثه. لكن استكمالها ده مش لصالح مصر، علشان كده رفض الدكتور سمير العروض ورجع لمصر مع هزيمة 67، وحجز الطيارة فعلا. لكن اللي حصل كان مريب، اتطلب منه انه ما يسافرش، وتعرض عليه مبالغ مادية كبيرة، لكن مع تصميمه سابوه يسافر. لكن وهو في طريقه للمطار قابلته عربية نقل كبيرة وصدمته، ومات الدكتور سمير قبل ما يوصل للمطار، وكالعادة الفاعل مجهول. وفي سنة 75 وبالتحديد في تشيكوسلوفاكيا كان عالم الذرة المصري الدكتور نبيل قليني
بيشتغل على آخر أبحاثه واللي كانت عن الطاقة واستغلال اليورانيوم. الأبحاث دي خلت العالم المصري محل اهتمام العالم وهدف من أهداف العصابة الصهيونية. اختفى العالم الكبير واتقطعت أخباره، وحاولت الجامعة المصرية التواصل معه لكن مفيش أي استجابة. بعدها تواصلت مع إدارة جامعة براغ واللي اتجاهلت الرد، لكن مع إلحاح الجامعة المصرية ردت جامعة براغ وقالت إن العالم المصري جاله اتصال تليفوني وبعد الاتصال ده خرج واختفى. طيب ولما هو اختفى ازاي عرفوا بالاتصال اللي جاله؟ وليه تعمدوا عدم الرد على الجامعة المصرية من الأول؟ الغريب إن ما حصلش تحقيق في موضوع اختفائه ولا حتى ظهرت جثته، فهل اتقتل ولا تم اختطافه وإجباره على الشغل على أبحاث تانية معينة؟ محدش عارف حاجة. وسنة 80 وصلت رسالة من فرنسا بتقول إنها جهزت كمية الكحك الأصفر المطلوبة ولازم المرسل إليه يروح يستلمها. والرسالة وصلت لعالم الذرة المصري الدكتور يحيى المشد، وكان مقصود بالكحك الأصفر شحنة اليورانيوم الخاصة بالمفاعل النووي العراقي. والدكتور يحيى المشد كان من أهم 10 علماء على مستوى العالم في مجال التصميم والتحكم في المفاعلات النووية. اشتغل المشد في العراق اللي كانت بدأت مشروع المفاعل النووي بالتعاون مع فرنسا، لكنه تعرض للتخريب في حرب الخليج الأولى، فقررت العراق انها تستعين بأفضل العلماء لإعادة تشغيل المفاعل، واختارت العالم المصري يحيى المشد. وطبعا كانت إسرائيل بالمرصاد لأي مشروع نووي عربي وأي عالم نووي عربي بيشتغل في المجال ده. وبعد سفر الدكتور يحيى المشد لباريس لاستلام شحنة اليورانيوم، لقوه مقتول في أوضته في فندق الميريديان وفي تكسير في عظمة الجمجمة. بعدها بشهور فجرت إسرائيل المفاعل النووي العراقي واللي اعترفت بتفجيره مؤخرا بعد رفع السرية عن الموضوع. وكان من ضمن قائم الاغتيالات الإسرائيلية للعلماء المصريين الدكتور سعيد السيد بدير المتخصص في مجال الصواريخ والاتصال بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية خارج المجال الجوي، واللي كان بيشتغل في الوقت ده في ألمانيا على أبحاث مهمة عن الأقمار الصناعية والرسائل اللي بتتبعت من الأقمار دي والسيطرة على الرسائل دي، سواء كانت الأقمار دي أقمار تجسس أو استكشاف. لكن وبعد ما توصل لنتائج مهمة جدا في أبحاثه بدأ يواجه مشاكل زي سرقة أبحاثه وتفتيش بيته في غيابه، وده اللي خلاه يبعت أسرته لمصر بسرعة قبل ما يحصل لهم أي حاجة، وده لأنه كان فاهم كويس مين اللي ورا كل ده. خلص الدكتور سعيد عقده مع ألمانيا وسافر لمصر واختفى في بيت أخوه في اسكندرية لحد ما يخلص أبحاثه، لكن مع الأسف ملحقش يعلن النتيجة. اتسرقت النتيجة من وسط أوراقه اللي لقوها متبعترة في الأوضة بعد ما لقوه مرمي من البلكونة وميت. وفي سنة 93 لقوا عالم الجغرافيا الكبير جمال حمدان ميت في بيته، وقالوا ساعتها إن الجثة اتفحمت نتيجة حريقة كبيرة حصلت في الشقة، واتقال كمان انه مات مخنوق من الغاز قبل النار ما تمسك في الشقة، واتقال كمان انه اتضرب على راسه قبل فتح الغاز وقبل الحريقة. لكن كان الغريب في الحادثة ان العالم الكبير كان معاه قبل الحادثة طباخ بيخدمه، لكن اختفى الطباخ ده قبل الحادثة بكام يوم. لكن كان الاغرب من ده كان اختفاء مسودة آخر 3 كتب بيكتبهم. وهنا السؤال اللي هيتسأل، ليه إسرائيل هتقتل عالم جغرافيا؟ وإيه الدليل على إن في كتب أصلا؟ هقولك، قبل الحادثة بشهر كان في حوار لجمال حمدان في صحيفة الأهرام، واتكلم فيه عن 3 كتب اللي خلصهم وحينشرهم قريب. كان من ضمنهم كتاب عن اليهودية والصهيونية، واللي كان معروف عن جمال حمدان انه اتكلم في اكتر من كتاب عن الاستعمار الصهيوني وبدايته، وكان دايما هدفه في كل كتبه اثبات ان اليهود الحاليين مش هم احفاد سيدنا يعقوب عليه السلام ولا احفاد اليهود اللي خرجوا من فلسطين زمان. قضية قتل جمال حمدان اتقفلت على انها حادثة،
رغم ان الطب الشرعي قال ان الحريق كان في رجليه وما يسببش الوفاة، ده بخلاف ان الحريق ما مسكش في الشقة كلها وكان في المطبخ بس. ونفس اللي حصل مع الدكتور جمال حمدان حصل بس بشكل مختلف مع الدكتورة سلوى حبيب. والكلام عن مؤامرات السيطرة على النيل وعن بناء دولة من النيل للفرات زي ما بتخطط إسرائيل هو اللي فسر اللغز وربط بين الحادثتين. طيب مين هي الدكتورة سلوى حبيب؟ الدكتورة سلوى حبيب صاحبة كتاب التغلغل الصهيوني في أفريقيا، والكتاب ده كان واحد من 30 بحث للدكتورة سلوى كان كلها بتتكلم عن المشروع الصهيوني اللي ابتدى من القرن العشرين واللي بيتحقق في أثيوبيا وجنوب السودان وكينيا لسرقة نهر النيل. والكتاب ده كان بيتكلم عن أسرار مهمة وعن مشاريع تبان إنها للتنمية لكنها في الحقيقة مشاريع وضع يد على منابع النيل. الدكتورة سلوى لقوها مدبوحة في شقتها سنة 95 وما تعرفش مين اللي دخل عندها وقتلها رغم التحقيق مع أشخاص كتير، وفي الآخر اتقفلت القضية ضد مجهول. وفي الآخر وقبل ما انهي، أنا عارف إن أغلبية الأسماء اللي قلتها النهاردة ممكن تكونوا بتسمعوها لأول مرة رغم إنهم علماء كبار، لكن إحنا اللي للأسف ما بنديش اهتمام للعلماء ولا بنديهم حقهم. رحم الله علماءنا الأجلاء وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة. سلام عليكم.